بالنسبه لهذا الامتحان ديال هذه السنه كيبقى امتحان بحله جديده بالنسبه للابناء، راه كل واحد دار لا بريباراسيون ديالو. سولتيني على الفلسفه، انا ما كنظنش بان الامتحان الانسان خصو يراجع جميع الدروس ديالو. النقطه اللي اثرت الانتباه ديالي بحكم ان الوليدات كيدوزوا البكالوريا في شعبه الفيزياء، ان ماده الفيزياء رغم الساعات الاضافيه ورغم المعاناه يعني ليل ونهار، يعني الدريات كيخدموا ماشي زعما نقولوا راه ما كايناش يعني ان باز، الدريات كيقراوا منذ سنوات وبالخصوص هذه السنه كيتصدموا الطريقه اللي تحط بها الامتحان. وهذا حنا ماشي ضد الفكره، ولكن المشكل اللي كان هو ان هذه الطريقه اللي كان غيتحط بها الامتحان كان على الاقل اساسيده اللي كيقدموا الدعم لهاد الابناء والمسائل كان على الاقل يكونوا عندهم دي زيكزومبل بحال هاد الامتحانات يكونوا كيخدموا عليهم، لان راه ما يتمكنش واحد الانسان حط هاد الامتحان وجميع التلاميذ في المملكه المغربيه كيقولوا هادشي ما عمرنا شفناه. اذا هاد الاساسيه راه كاينه علامه استفهام، اذا هذا اللي حط هاد الامتحان وقال الامتحان جايبينه من روسيا وحاطينه في المغرب، لان بهذه الطريقه باش تحط هذا الامتحان على الاقل اساسي تكون عندهم درايه بهذا الامتحان، او على الاقل يكون واحد القرب يعني واحد التقارب في هذه الماده، لان ما يمكنش انسان كتسولو كيقول لك مصدوم ما عمرنا شفنا بحال هادشي، وهذه ما كايناش في العلم. خص الامتحان اش قريت امتحني فيه، عندي 20 درس ما كاينش مشكل، كيف كيقولوا الوليدات قال لك اودي جامع، عندي البنت والله العظيم الا جبدات امتحان قالت لي ديال 1970 وخدمته، قال لك هادشي ما كاينش ما عمرنا شفنا بحال هادشي، قلت لها يوفقك الله. بالنسبه للسيونس راه تبارك الله مزيان، الرياضيات راه دوزوها مزيان، الفلسفه دوزوها مزيان، يعني داكشي في المتناول، وكنتمناو التوفيق للجميع، وكنتمناو ان تكون الا كانت هذه المسيره ديال هذا الامتحان عندها شي يعني شي حاجه مزيانه بالنسبه للمستقبل على الوليدات ديال المغرب مزيان، ولكن خصهم يعطروا الاساسيات بالاخص ديال الفيزياء في السنوات المقبله، خصهم هما يتعطروا باش يلقاو الاستاذ اللي غادي يعطي التلميذ، لان ما يتمكنش احنا كوالدين كنضحيوا ليل ونهار باش نعطي واحد المجتمع نافع، اذا انا كنجدوها من جلدنا لاولادنا باش يقراوا باش يمثلوا هذه البلاد، لان راه عزيزه ما خصناش نتفاجئ، حنا اللي مفاجئين ماشي هما، ما الله يحسن العوان، ولكن المفاجاه عندنا حنا، لان ما بين يدي حيله، حنا ما عندنا ما نديرو، حنا علينا نصبروهم ونديرو خاطرهم ونواكبوا معاهم المشوار تيسال الامتحان، راه الدراري كيبكي وراك عارف الدراري باقي ما كاينش تجربه في الحياه، ونتمنى التوفيق، نتمنى لكم التوفيق. شغنقول لك اختي الله يدير تاول ديال الخير وصافي، ما زعما داكشي اللي بقى لهاد العام كملوه هنا في الامتحانات وسميتو كملوه مالين الباك صراحه، خرجوا علينا خرجوا على ولادنا، انا كنحيدوها من دم جوفنا ونخلصوا بها السويع ونخلصوا بها سميتو باش على اساس ولادنا ينجحوا لينا وتيحفظوا ماشي ما تيحفظوش، انا كنهضر على شي حاجه منطقيه قانونيه، يعني البنت كتحفظ ليل ونهار ليل ونهار مسكينه ما كترتاحش ومريضه، ربي اللي مطلع بها قلبها الاكسجين ما كتلعليهاش الراس غيبات شحال من مره. حنا ان شاء الله كننتظروا الخير باذن الله، فهمتي؟ حيت هما هاد الناس اللي غادي يصحوا ولا سميتو تا هما راه عندهم وليداتهم عندهم خوتهم عندهم احبابهم، يعني راه ماشي، ولكن حنا وياهم في يد الله، حنا وليداتنا في يد الله. بالنسبه اختي المواد اللي دازوا هاد الايام اللي فاتت دازوا مواد قاصحين بالنسبه للوليدات، كنهضر على الوليدات ديال اللي كيقراو في المدارس ديال الدوله، هما اللي عندهم صعيبه، اما اللي كيقراو في البريف هذوك معروفين من لا هضرة عندهم لاباز من الاول، كيكون عندهم لاباز كيكون هذوك يعني دايزين ما نهضروش، ولكن الوليدات ديال الناس البسطاء والناس اللي ما عندهمش هما اللي صعيبه عليهم تيقراو في المدارس ديال الدوله، المدارس ديال الدوله راه كيقدر استاذ يجيك في العام كامل يقدر يمنك لك ايام كثيره ما عندهم دروسنا. عندي بنيته اللي كدوز اختي، عندي بنيته اللي كدوز، وكاين الضغط كاين الضغط لدرجه ان الماكله ما تتبغيش تاكل، لان الماكله تتبغيش تاكل، كنحاولوا نخفوا عليها، تنقولها احنا ماشي الباك هو نهايه العالم، الباك راه واحد المرحله تدوز، يعني راه بحال غتدخلي دوزي فرد راه دوزتي الفروض راه هادي تنخفوا عليهم شويه على الوليدات، علاش الوليدات الله يكون في العوان، كتجيبوا حتى المرحله واحد المرحله في الحياه ديالو وتتحط لي مواد، يعني كاين بعض المواد اللي هما حطوهم ليهم مقلوبين بحال في المواد كيفاش كيدوزوا في الماط، يعني السيستيم باش حطوه مغاير
كتخرج واحد الماده بواحد الطريقه، عطاوك طريقه اخرى ما كايناش. وبالنسبه لهاد السنه هادي داكشي اللي تحط فيها ما عمرو تحط في شي في شي في شي وطني، كاع الوطنيات يعني تحطوا دوزوهم الدراري، وشفنا كاع الوطنيات اللي دازوا هاد السنين، ولكن بالنسبه لهاد الوطني يعني مغاير على الوطنيات كاملين. وشنو عندنا؟ ما عرفتش انا واش عندنا، حيت عندنا حكومه جديده ولا عندنا شي حاجه جديده ولا تحط فيها هاد الشيء ما عرفتش. نتمناو التوفيق للجميع، نتمناو التوفيق للجميع، ونتمناو المصححين يكونوا نزهاء. راه كاين بعض المصححين الله يسمح لهم، نتمناو المصححين يكونوا نزهاء ويصحوا الاوراق ديال الدراري كاملين. راه حنا بعض الناس كيجيبونا الاخبار بان الاوراق ما كيتصحوش كاملين، والسيستيم الا ما عطيتيش اوراق مصححين كيعطيك زيرو، يعني ما كتدخلش ما كيعطيك زيرو. نتمناو من الله ان يكونوا مصححين نزهاء ويكونوا كيتقوا الله في هاد الوليدات.